أحد الأخوان راح بر السالمي في محولات كهرباء هناك. طبعاً الأخوة وهم الأقرب في اعتقادي بني بنغال يحاولون يسحبون المحولات ويبقونها، يجوز؟ حطينا الخيران واللي صار فيها في المدارس والجهات الحكومية هناك، أحد تحرك؟ لأن الشق عود، لأن الجرم كبير، ما حد بيفتح. لا لا ما انا بشوف. شوف اللي صار في بر السالمي مع محولات الكهرباء منا الى وزاره الكهرباء والمي. يا الملا شوف شوف هذا محول، كل ما جيته بالسالمي مبيوق محول. شوف شوف المحولات مبيوقه، شوف شلون مكسرينه، شوف ساحبينه بسياره. هذا شوف 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 هذا ثالث محول اجيم مبيوق. شوف شوف الملا، شوف هذا بر السالمي. شوف يا الملا، شوف باقيين المحول. شوف شوف يا الملا، شوف باقيين المحول الثالث. هذا ثالث محول مبيوق. وينك يا حكومة؟ حلال دولة هذا؟ من إلى وزارة الكهرباء والماء. أعزائي المشاهدين